روسيا تواجه رسالة عاجلة لمصر وبيان عاجل منذ قليل ننشر التفاصيل. وعاجل الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة بشأن مخزون السلع الاستراتيجية وأسعارها في ظل الأحداث الحالية. ومصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل ننشر التفاصيل. وعاجل مصر تعلن عن موعد بداية ونهاية شهر رمضان فلكيا. الخارجية المصرية تصدر بيانا حول أول مصاب مصري في أوكرانيا ننشر التفاصيل. وعاجل قرارات مهمة في انتظار موظفي الحكومة من رئيس الوزراء ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم ان شاء الله عشان تجيلك اهم الاخبار، واضغط على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار الجديدة اول باول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وروسيا توجه رسالة عاجلة لمصر وبيان عاجل منذ قليل. ودعت السفارة الروسية في مصر الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني. وعلى حسابها في تويتر قالت السفارة الروسية: مصر أصدقاؤنا المصريون الأعزاء، لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة. وفي وقت سابق أوضح السفير الروسي في مصر جورجي بروسينكو أسباب الحملة الروسية الخاصة. كما نشرت السفارة بيانا حول تطورات الأحداث في دوناباس، لافتة إلى أن أوكرانيا تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية. وعاجل الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة بشأن مخزون السلع الاستراتيجية وأسعارها في ظل الأحداث الحالية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي ورئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار. المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك. وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، أكد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور. شدد على أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهود المبذولة من الدولة على مدار 7 سنين الماضية بتشييد الصوامع الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصة القمح. المتحدث أضاف أنه تم في هذا الإطار استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث وضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح دلوقتي بيصل ل4 شهور. إما بالنسبة للسكر ففي احتياطي استراتيجي بيكفي لمدة 4 شهور ونص، وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت بيكفي يعني المصريين لمدة 5 شهور ونص، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. يعني في مخزون بهذه المدة، وكمان في من الدولة استمرارية للحفاظ على متوسط هذا المخزون في الصوامع والمخازن الاستراتيجية في الدولة. يعني مفيش المخزون ده فقط وده اللي هيكفي الشعب المصري، لا، ده على مدار الوقت بيتم الحفاظ على هذه النسبة في المخازن الاستراتيجية والصوامع التابعة للدولة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن. كما وجه باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها. كما اطلع الرئيس السيسي على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك
ووجه بضرورة توفير كافة السلع بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذا في رؤية للدولة بمناسبة الأحداث الحالية العالمية، وفي محافظة على المخزون الاستراتيجي للدولة في مصر، وفيما معناه يعني مضمون هذه الرسالة: لا تقلقوا يا مصريين، مفيش أي قلق خالص ولا في أي مشاكل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل، وبننشر التفاصيل. ودعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الحالية في أوكرانيا. وزارة الخارجية المصرية أعلنت في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا. الخارجية المصرية شددت على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسية بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدولي، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي. هذا وتواصل روسيا لليوم الرابع واليوم الخامس عملياتها الخاصة لحماية دوناباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي. المصدر معنا كان من RT. ومصر الآن بتدعو لاجتماع عاجل على مستوى يعني المندوبين في جامعة الدول العربية بشأن الأوضاع الحالية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، خبر يعني صار جدا وشيء مهم. مصر بتعلن عن موعد بداية ونهاية شهر رمضان فلكيا، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر عن موعد بداية ونهاية شهر رمضان عام 2022 للعام الهجري الحالي 1443 وفقا للحسابات الفلكية. في تصريحات لصحيفة الوطن، أشار جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية إلى أن موعد بداية شهر رمضان 22 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد سيكون يوم 2 إبريل المقبل 2/4 المقبل، وعليكم خير، ورمضان هيكون 30 يوم العام ده، أي مكتملا. موضح إن موعد بداية ونهاية شهر رمضان عام 2020 سيتم الإعلان عنه رسميا بعد رؤية هلال الاستطلاع، وهو يوم 29 شعبان المقبل الموافق 1 إبريل، وكذلك نهاية شهر رمضان غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك هيكون يوم 29 رمضان 43 هجرية، وأن نهاية شهر رمضان 22 هو 1 مايو المقبل، على أن تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو المقبل. أوضح جاد القاضي الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 22 هيكون للجان الشرعية وكذلك دار الإفتاء المصرية. أكد إن في تنسيق تام بين دار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية والمعهد القومي للبحوث الفلكية ممثلة في اللجان العلمية فيما يتعلق بموعد استطلاع الأهلة للرؤية. أوضح أن المعهد يمتلك الإمكانيات والخبرات العلمية التي تؤهله لحساب الأشهر ومتابعة حركة الفلك والكواكب والمتغيرات الكونية، وأن هناك تطويرا وتحديثا تاما لهذا المجال. المصدر معانا كان من الوطن، وكل عام وأنتم بألف خير، يعني رمضان شهر الخير، يا رب ندخل عليه بالخير إن شاء الله ويدخل علينا بالخير بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والخارجية المصرية بتصدر بيان حول أول مصاب في أوكرانيا. والخارجية المصرية أعلنت أنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد في أوكرانيا، والمتواجد حاليا في إحدى مستشفيات مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا. الخارجية قالت في بيان يوم الأحد أن وزير الخارجية سامح شكري وجه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المناسب وبصورة عاجلة
في ضوء الوضع المتأزم حاليا في عموم الأراضي الأوكرانية. واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر يوم 27 فبراير الحالي، ووجه شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المقيمين في أوكرانيا، فضلا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع السفارات المصرية في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على ما يمثله حماية المواطنين المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء. المصدر معانا كان من وسائل الإعلام المصرية، وربنا يحفظ يا رب المصريين في جميع أنحاء العالم بإذن الله ويبعدهم عن أي شر. ننتقل مع بعض لخبر آخر وقرارات مهمة في انتظار موظفي الحكومة من رئيس الوزراء، وننشر التفاصيل. واستقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ والشركات المصرية التي تساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم. خلال العرض تم استعراض أسباب إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة، وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية. ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالي 500,000 نسمة، بالإضافة إلى 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى. تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة هيكون 6.5 مليون نسمة، بينما فرص العمل الموجودة والمتاحة حاليا حوالي 2 مليون فرصة عمل. تلا ذلك التحرك إلى أرض المشروع، تضمنت الجولة التعريفية زيارة للحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلا عن مدينة الفنون التي تحتوي على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد. كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع، وبنهاية الزيارة أبدى الجميع إعجابهم الشديد بفكرة المشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بإنشائها، وكذلك بحجم الإنجاز الذي تم، وأشادوا بسرعة التنفيذ والتصميم. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، والعاصمة الإدارية هي عاصمة لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر، طبعا هتكون وجهة مشرفة جدا للعالم، ينظروا إلى مصر ويقولوا هي دي الدولة الحديثة اللي فيها مستقبل لاستثماراتنا ونجاحنا الاقتصادي. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.